أجرأ الأبراج، كل الأبراج معانا في حلقة النهاردة كعدد حلقات الترتيب من ال 12 للمركز الأول، وما إن معانا كله إذا كل واحد كده يتوقع برجه هيجي في المركز الكام ويكتب لنا. خلونا نتشارك وحد أذكى شوية يقول لنا إحساس وذكاء ومين اللي هيجي في المركز الأول. في المركز ال 12 معانا هو رجل أو امرأة برج الحوت المائي. مقارنة بكل الأبراج يعتبر برج الحوت أكثر الأبراج خجلا أو أقلهم جراءة إنجاز التعبير في كل حاجة بقى، ممكن في الحياة العاطفية حتى في الحياة الاجتماعية في الحياة المهنية. دايما تلاقي حتى برج الحوت حساس وبيخاف إن حد يجرح مشاعره أو هو كمان يجرح مشاعر حد، والنقطة دي بتلعب دور كبير قوي في شخصية برج الحوت في الموضوع ده. أعلى منه في المركز الـ 11 برج الثور، على الرغم من عند برج الثور الشديد قوي ودماغه الصلبة قوي، الا ان هو من الابراج اللي بتنكسف قوي، وحتى في العاطفة تلاقيه من الابراج اللي ما تعبرش قوي او تخاف لو اعجبت بحد ان هي تصارح او تاخد الخطوة الاولى، وممكن تتجاهل وتلجأ لاساليب تانية اخرى اضافة، او بيكون بسبب او عامل رئيسي الخجل اللي موجود في شخصية البرج ده. اعلى منه في المركز الـ 10 وايضا يعتبر لسه من اقل الابراج جراءة واكثرهم خجلا برج العذراء، واحد من اكثر الابراج الخجل واضح جدا في شخصية برج العذراء. لا مش برج مش جريء قوي يعني مقارنة كمان وبقية الأبراج. ياريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة ممتعة تدوسوا لايك رجاء عشان توصل لحبايبنا وأصدقائنا، شايفينها ملهاش أي لازمة دوسوا ديسلايك، بس ياريت تكتبولي السبب عشان لو في مشكلة نشتغل عليها. واشتركوا كمان ياريت في قناتنا الجديدة للكورة، ياريت تدعمونا فيها، سايب رابطها في وصف الفيديو وفي أول تعليق. يعني أعلى سنة أعلى درجة برج السرطان يميل شوية للأبراج اللي هي في منطقة وسطى، هو يعتبر لو هنقارن أو هنتكلم هنصنفه من الأبراج الخجولة رجل أو امرأة على فكرة، ومن الأبراج اللي ما تاخدش عليك بسرعة على فكرة. كل الأبراج اللي احنا خدناها دي هتلاحظ إن هي ما تاخدش عليك بسرعة. أبراج القاع في حلقة النهاردة أبراج ما تاخدش عليك بسرعة، أبراج القمة هي اللي تاخد عليك بسرعة، ممكن تتعامل معاك من أول مرة تحس إن أنت تعرف بعض بقالكم 20 30 40 سنة، إنما أبراج القاع دي هي الأبراج البطيئة كمان في كل حاجة بما فيهم الحياة العاطفية إنجاز التعبير. أعلى منه في المركز الثامن برج الجدي الترابي. جدي كده قريب من اخوه برج الثور، حتى تلاقيه في احيان كتير ممكن يلجأ للتجاهل او اللامبالاة، والله بيبقى السبب رئيسي حتة الخجل دي. مش من الابراج اللي هي جريئة قوي، يعتبر في منطقة وسطى او كمان يميل للابراج اللي هي الخجولة انجاز التعبير، رغم برضه عنده الشديد برج الجدي وان انت تحس ان هو تقيل في نفسه، ولكن هو من الابراج اللي بتنكسف وبتخجل بسرعة، وبرضه زيها زي الابراج اللي سبقتها ما ياخدش عليك بسرعة. المركز السابع نعلى أكتر وأكتر، نخش في الجد شوية بقى، نلمس موضوع حلقتنا شوية مع برج الدلو اللي في منطقة وسطى، حرفيا هو برج بين البنين. أنا ما أقدرش إن أنا أقول على رجل أو امرأة الدلو إن هو بينكسف أو أقول عليه إن هو جريء أوي زي أبراج القمة، لا أنا أقول عليه في منطقة وسطى. الطبيعي الطبيعي جدا في الموضوع ده هتلاقيه موجود في شخصية وفلسفة رجل أو امرأة برج الدلو الهوائي. اعلى منه في المركز السادس، ندخل في الجد شوية، اخر برج عشان ننتهي من العائلة المائية هو برج العقرب المائي. العقرب بقى يميل للقمة شوية، ولكن بصراحة مش زي رباع القمة او ثنائي القمة او متصدر الترتيب. العقرب لو شد شوية، لو حط في دماغه شوية، ممكن يجرأ نفسه شوية، ممكن يعمل مواقف جريئة ويعمل حاجات جريئة، وتشعر في بعض الأحيان إن هو جريء زيادة عن اللزوم إذا حب العقرب. ولكن طبيعة العقرب رجل أو امرأة ما تصنفوش من الأبراج اللي هي جريئة أوي، نصنفه برضو يعني من الأبراج اللي هي فوق المتوسط في الموضوع ده، يميل للجراءة إنجاز التعبير. نعلى أكتر نوصل للمركز الخامس، برج الميزان الهوائي العسل. البرج ده يناغي طوب الأرض، يعني يصاحب طوب الأرض، يصاحب كل الناس عادي، اجتماعي جدا. هنا بقى ومن الميزان بقى دي الأبراج اللي تاخد عليك بسرعة، دي عكس بقى الأبراج اللي فاتت. الأبراج دي تاخد عليك بسرعة بسرعة قوي
فوق ما تتخيل. برج الميزان يصنف بقى من الابراج الجريئه، لا ما اقولش عليه خجول وما اقولش عليه ان هو عادي، لا اقول عليه جريء. برج الميزان من الابراج الجريئه جدا، اعلى منه في المركز الرابع برج القوس النار، وما ادراك ما النار، واحد من اجرى الابراج، واحد من اجرى الابراج، وايضا من الابراج اقسم بالله اللي تاخد عليك بسرعه الصاروخ. مش احنا حاطين على الصوره من بره صاروخ؟ برج القوس بقى يمثله الصاروخ في حلقه النهارده، رجل او امراه خلي بالك على حد السواء، اعلى منه في المركز الثالث حد توقع المركز الاول، الدايره بتضيق اهي، برج الحمل، واحد من اجرى الابراج، اجرى من كل الابراج اللي احنا خدناها. برج الحمل الناري، ناري يعني جريء، برج الحمل الناري جريء جدا جدا، وايضا من الابراج اللي ممكن تقتحم حياتك بسرعه رهيبه، اشبه بسرعه الصاروخ. بينما المركز الثاني اشد واعتى واقوى واسرع واكثر جراءة، برج الأسد الناري، رجل أو امرأة يناطح وينازع بقوة صاحب المركز الأول. الأسد جريء جدا من الأبراج الجريئة جدا، لذلك تلاقي ميزان قوس حمل أسد، ممكن الرجال دي لو أعجبت ببنت تاني يوم تروح فيس تو فيس كده تقول لها أنا بحبك، أو تبعت لها على مواقع التواصل الاجتماعي إن إحنا معجبين بك، أو تسبل زي ما إحنا بنقول، تبص في عينيها كده لحد ما البنت تتحرج. الأبراج دي قوية في كل حاجة، جريئة عفوا مش قوية، جريئة في كل حاجة بما فيهم المواضيع اللي إحنا بنتكلم عنها دي. بينما متصدر الأبراج في حلقة النهاردة هو الجوزاء، أجرى الأبراج على الإطلاق. صعب جدا إن أنت تقابل في حياتك رجل أو امرأة جوزاء وأنت تقول عليه مش جريء أو عادي، ده جريء جدا، ده أجرى الأبراج. طبيعي نقدر نقول إن هو أكتر الأبراج اللي ممكن تاخد عليك وأنت تاخد عليها وتدخل حياتك وتدخلك حياتها بسرعة، أو تدخل حياتك، هو ممكن صعب إن يدخلك حياته شوية، هو بيلف ويدور شوية لو حط في دماغه. إذا برج الجوزاء يتصدر الأبراج، يجلس على عرش الأبراج في حلقة النهاردة، قدمنا معلومات يعني. طبيعي نقدر نقول إن هو أكتر الأبراج اللي ممكن تاخد عليك وأنت تاخد عليها وتدخل حياتك وتدخلك حياتها بسرعة، أو تدخل حياتك، هو ممكن صعب إن يدخلك حياته شوية، هو بيلف ويدور شوية لو حط في دماغه. إذا برج الجوزاء يتصدر الأبراج شوية، هو بيلف ويدور شوية لو حط في دماغه. إذا برج الجوزاء يتصدر الأبراج، يجلس على عرش الأبراج في حلقة النهاردة، قدمنا معلومات يعني مفيدة، رتبنا كل الأبراج، عرفنا كل برج ترتيبه إيه في سلم الموضوع ده. تاني بذكر الحلقة دي لو شايفينها مفيدة تفيد حد أو تمتع حد يبقى ندوس لايك، اللايك يوصلها لأكبر قدر من أفراد عيلتنا، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويضغط على الجرس عشان ما يفوتوش أي حلقة، لو حابب إن هو يتابع معانا أول بأول. بحبكم جدا، هتوحشوني، عندنا لايف على الانستجرام الساعة 9 بتوقيت مصر، بعده على الفيسبوك الساعة 10، اشتركوا وانضموا لنا، الرابط دي في وصف الفيديو أول تعليق، توحشوني.